بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنناقش وضعية الانطلاق في ميدان الظواهر، في ميدان الطاقة عفوا، بالنسبة للسنة الثالثة من تعليم المتوسط. ووضعية الانطلاق هي التي أخذناها الموجودة في كتاب التلميذ، وهذا نصها، لا داعي لقراءته، يمكنكم توقيف الفيديو وقراءة الأسئلة والسند والمعطيات ثم المهام المطلوبة. إذن بدون إطالة، مع المطلب الأول، المطلب الأول يقول: ما هي الطاقة البديلة والمتجددة والنظيفة؟ إذن هذا المطلب الأول الذي سنناقشه، ماذا يقصد بالطاقة البديلة المتجددة، ثم الطاقة غير المتجددة ومصادرها، ثم نمر إلى توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح، ثم توليد الطاقة الكهربائية من مصادر أخرى. هذه كلها أسئلة متفرعة من المهام المطلوبة. إذن السلسلة الوظيفية والسلسلة الطاقوية والطاقة كمقدار فيزيائي قابل للتحويل والقياس، ثم كلفة تحويل الطاقة والاقتصاد في استغلالها. إذن بدون إطالة، مع الشرح، بالنسبة لمصادر الطاقة، فالطاقة غير المتجددة مصادرها هي الغاز الطبيعي كما ذكرنا، ومشتقات البترول، و الغاز الصخري أو الفحم إلى غير ذلك. بالنسبة لمميزات الطاقة غير المتجددة، أنها استعمالها يتطلب الاحتراق، وأنها غير نظيفة، أي تنتج لنا مواد ملوثة من بينها ثنائي أكسيد الكربون وأحادي أكسيد الكربون والفحم، كما أنها غير متجددة، أي معرضة للنفاد، فهي مقدار مخزن من الطاقة في القشرة الأرضية. بالنسبة للطاقة المتجددة، تتمثل مصادرها في الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، وطاقة المياه. إذن هذه أهم المصادر التي نحصل بها على الطاقة المتجددة. ما هي مميزات هذه الطاقة المتجددة؟ أن استعمالها لا يتطلب احتراقا، وبالتالي فهي نظيفة، أي لا تنتج لا غازات ولا مواد ملوثة للبيئة، وأنها متجددة كما ذكرنا. نمر إلى كيفية السؤال الموالي: كيف يتم توليد الكهرباء من الرياح، أو كيفية توليد الطاقة الكهربائية من الرياح. إذن لدينا هذه الصورة، تركيبة لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح. أولا، فالرياح تدير المروحة التي ثبت في طرف حاملها مسننا كبيرا هو العنصر القائد. إذا نلاحظ هنا، هذه هي المروحة، تديرها الرياح، المروحة محورها ثبت في طرفه مسننا كبير كما نلاحظ، مسنن كبير. هذا المسنن الكبير يعتبر العنصر القائد في عملية نقل الحركة إلى الدينام أو المولد. ثم المسنن الكبير يدير مسننا صغيرا، هذا المسنن الصغير هو العنصر المنقاد الذي يكون مركب على محور المولد. إذا لاحظ هنا، هذا المسنن القائد الكبير، وهذا المسنن المنقاد المثبت على محور الدينامو أو المولد. ملاحظة، يعني هذه من المفروض يعني تعرفها انطلاقا مما درست في السنة الثانية. المولد بطبيعة الحال تكون سرعة دورانه أكبر من سرعة دوران المروحة لينتج الكهرباء بالقدر الكافي. يعني هنا سرعة دوران المولد متعلقة بعدد أسنان المسنن القائد والمقتاد. مثلا إذا الرياح
تتمكن من تدوير هذا المسنن بعشر دورات في الدقيقة مثلا، ونحن نريد أن نحصل على دوران في الدينامو يدور بمئة دورة في الدقيقة مثلا، فينبغي أن يكون هذا المسنن أصغر من القائد بعشر مرات لكي تتضاعف سرعة الدوران بعشر مرات. هذه ملاحظة فقط، هذا من السنة الثانية. ثم نمر إلى كيفية توليد الكهرباء من حركة الماء. إذن فلدينا هذه صورة لتركيب يشرح كيف يعمل السد. إذن فماء السد كما نلاحظ يدير العنف. أين هو ماء السد؟ ماء السد مثلناه بالماء الذي نضعه في هذا الوعاء، وحينما نفتح الصنبور فشبهناه بتدفق الماء من السد ليسقط على العنفة. إذن ماء السد يدير العنفة. ثانيا، العنفة تدير المولد، يعني هكذا حينما يسقط الماء على هذه العنفة يقوم بتدويرها. حينما تدور ننقل الحركة بواسطة بكرة منها إلى بكرة أخرى مثبتة على الدينامو هنا، إذن فيدور الدينامو. كذلك هنا سرعة الدوران للدينامو متعلقة بقطر البكرة، يعني كلما أردنا أن نضاعف سرعة الدوران للدينامو علينا أن نجعل البكرة القائدة أكبر بكثير من البكرة المقتادة الموجودة على الدينامو. إذن ثم المولد يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، لأن المولد يحتوي كما ذكرنا على وشائع ومغناطيس، وبالتالي فهو يعمل على توليد التيار الكهربائي انطلاقا من الحركة. رابعا، المصباح يسخن ويتوهج. إذا حينما يولد المولد التيار الكهربائي ينتقل إلى المصباح، المصباح يقوم بتحويله إلى طاقة حرارية وضوئية. إذا هذا بالنسبة لكيفية توليد. الآن نمر إلى السلسلة الوظيفية لهذه المحطة. إذا انطلاقا من المكونات سنرسم السلسلة الوظيفية. فالسلسلة الوظيفية مكونة من الجمل التالية، لدينا الماء والعنفة، ومن العنفة إلى الدينامو، ومن الدينامو إلى المصباح. الآن ما هي أفعال الأداء وأفعال الحالة؟ الماء يسقط فيدير العنفة، العنفة تدور فتدير الدينامو، الدينامو يدور فيغذي المصباح، المصباح يسخن ويتوهج. هذا بالنسبة للسلسلة الوظيفية لهذه المحطة. الآن السلسلة الطاقوية، ننمذج السلسلة الوظيفية بسلسلة طاقوية، أي عملية استبدال المصطلحات بمصطلحات طاقوية. إذا فالماء العنفة الدينامو والمصباح. الماء يسقط، يعني هنا الطاقة المخزنة هي طاقة كامنة ثقلية وطاقة حركية، يعني لو لم تكن هناك طاقة كامنة ثقلية في الماء ما تحولت إلى طاقة حركية. إذا فحينما يسقط الماء من السد على العنفة فهو يقوم بتحويل ميكانيكي رمزه دبليو في. العنفة ستدور، وبالتالي فهي تخزن طاقة حركية. حينما تدور العنفة فإنها تقوم بتحويل ميكانيكي إلى دينامو رمزه دبليو في. الدينامو يدور فيقوم بتحويل كهربائي إلى المصباح دبليو في. المصباح يسخن ويتوهج، يمكن هنا أن يكون التحويل أو الطاقة المخزنة معذرة هي طاقة داخلية. نمر إلى توليد الكهرباء من أشعة الشمس. إذا لدينا هذه صورة مصغرة لمحطة، نلاحظ ما هي السلسلة، يعني مما تتركب التركيبة. لدينا الشمس والخلايا الكهروضوئية ومدخرة ومصباح. إذا أولا، الشمس تنير وتسخن الخلية، الخلية تغذي المدخرة يعني تعبئها بالكهرباء، و
المدخرة تغذي المصباح والمصباح يسخن ويتوهج. الآن السلسلة الوظيفية لهذه المحطة. إذن نوظف العناصر التي ذكرناها: الشمس تنير أو تسخن الخلية، الخلية تعبئ وتغذي المدخرة، المدخرة تغذي المصباح. إذن شمس تلتهب أو تشتعل أو تحترق، فتنير وتسخن الخلية، الخلية تنشط وتغذي المدخرة. يعني حينما نقول تنشط فهي تحول الطاقة الشمسية أو الضوئية والحرارية إلى طاقة كهربائية فتغذي بها المدخرة. المدخرة تشحن أو تعبأ، وفي نفس الوقت فهي تغذي المصباح والمصباح يسخن ويتوهج. إذن نترجم هذه إلى سلسلة طاقوية. فلدينا الشمس والخلية والمدخرة والمصباح. الآن المصطلحات الطاقوية: تلتهب هي طاقة داخلية إي، وتسخن وتنير هنا تحويل إشعاعي وتحويل حراري، الخلية تنشط تحويل داخلي تخزين طاقة داخلية إي، والخلية تعبئ أو تغذي المدخرة هو تحويل كهربائي. نعم، تحويل كهربائي. والمدخرة تتعبأ أو تشحن فهي تخزن طاقة داخلية، تغذي المصباح فهو تحويل كهربائي، والمصباح يسخن هو تخزين طاقة داخلية. إذا نمر إلى السؤال الموالي. والد مسعود معروف باقتصاده للطاقة. إذا سنتكلم عن الطاقة كمقدار فيزيائي وكيف يتم اقتصادها. إذا مقدار ووحدة قياس الطاقة المحولة. فالطاقة الكهربائية رمزها WE، جهاز قياسها هو العداد الكهربائي. أما وحدة قياس الطاقة الكهربائية المحولة هي الكيلووات ساعي، رمزها KWH، في حين أن الوحدة الدولية لقياس الطاقة هي الجول. معناه ينبغي أن نحول من الجول إلى، والجول هي وحدة صغيرة جدا مقارنة بالكيلووات ساعي. ثالثا، كلفة الطاقة الكهربائية المحولة نرمز لها بالرمز S، أي لاسون. الآن ماذا تساوي الطاقة المحولة؟ يعني كيف نحسب الكلفة؟ كلفة الطاقة S تساوي PE ضرب E. هنا E هي الطاقة المحولة، و PE هي سعر الوحدة pre-unitaire. قلنا والاس هي لاسوم او المبلغ الذي سندفعه مقابل الطاقة المحولة، حيث ان PE هو سعر الوحدة و EE الطاقة الكهربائية المحولة energy electric. بعد ذلك ما هي الدلالة المكتوبة على المصباح؟ يعني كما ورد في السؤال، الدلالة المكتوبة على المصباح 100W ما هي الا استطاعة تحويله للطاقة. بعبارة اخرى هي سرعة تحويله للطاقة، بمعنى كم جولا يحوله في الثانية الواحدة. إذا وبالتالي من هذا التعريف نصل إلى العلاقة، حيث أن P تساوي E على T، أي الطاقة المحولة على زمن التحويل. خامسا، الطاقة التي يحولها هذا المصباح خلال 3 أشهر، مع أن معدل تشغيله هو في الساعات في اليوم. إذا معناها كم ساعة يشتغلها في 3 أشهر؟ 3 × 30 تعطينا 90 ساعة. إذن الطاقة المحولة E تساوي استطاعة التحويل لهذا المصباح P ضرب T. الطاقة المحولة هذه استخرجناها من العلاقة السابقة، بمعنى هذه العلاقة هاي نستخرجها من هذه العلاقة. الطاقة المحولة تساوي استطاعة التحويل للجهاز مضروبة في زمن التشغيل. إذن حولنا الاستطاعة إلى الكيلووات لكي نصل إلى الوحدة الرئيسية للطاقة وهي الكيلووات ساعي. إذن قلنا 100 واط حولناها إلى الكيلووات، قسمنا على 1000 وتساوي 0.1، نضربها في 3 الذي هو الزمن
هنا مباشرة من المفروض قلنا يعني من المفروض لا توجد ثلاث على ما أعتقد. لماذا؟ لأن تشتغل 3 ساعات في اليوم، ونحن حولنا لدينا 3 ساعات في 3 أشهر، يعني 3 ساعات في 90 يوم. نعم وهو كذلك. نحسب قيمة الطاقة المحولة، مقدار وحدة قياس الطاقة دائما. الطاقة التي حولها هذا المصباح خلال 3 أشهر، مع أن معدل تشغيله هو 3 ساعات، هي كما ذكرنا E تساوي P في T كما لاحظنا، وتساوي 27 كيلووات ساعي، هذا خلال 3 أشهر. الآن نمر إلى حساب التكلفة، كلفة الطاقة التي يحولها هذا المصباح خلال 3 أشهر، مع أن معدل تشغيله هو 3 ساعات كما ذكرنا. إذن S تساوي E ضرب PE، ويساوي 27 كيلو وات ساعي في 5 دينار. افترضنا يعني هنا افترضنا أن سعر الوحدة هو 5 دينار دون احتساب الرسوم والحقوق الثابتة. إذن الطاقة المحولة مضروبة في سعر الوحدة 27 كيلو وات ساعي في 5 دينار، نجد 135 دينار جزائري. إذن هذا هو مقابل الطاقة المحولة خلال 3 أشهر في هذا المصباح، قلت دون احتساب الرسوم. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير نسأل الله العلي القادر أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.